ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو حلو جدا، والريفيو دوت عن المكنسة بعد استعمال 7 شهور. هقول لكم كل التفاصيل، وكمان هقول لكم الاسئلة اللي جات لي، يعني في متابعين سألوني عن كذا سؤال كده. هقول لكم كل حاجة في المكنسة دي، وهقول لكم حلوة ولا لا، وهقول لكم كمان ايه العيوب اللي فيها. تمام كده. اول حاجة دي مكنسة تورنيدو اللي هي 1800 واط، حلوة جدا. هقول لكم انا جايباها منين، بس في ناس كتير برضو بعتت لي قالت لي على المكان اللي انا جبت منه ان هو غالي شوية. بصوا، اول حاجة ده شكل الجهاز اهو. بصوا يا بنات، تمام كده، وجاي معاه ملحق ده طبعا بيتشال وتركب، والدراع بتاعها بيتفرد تاني، يعني بيطول تاني من الزرار دوت. ومعاها الملحقات ديت اهم، هما تلاتة كده بيجوا طبعا مع ال، بصوا بيجوا كده وبيتركبوا، يعني القطعة دي عشان تمسك التلات اجزاء دول عشان ما يضيعوش مني. تمام كده اهم، معلش عشان انا بصور بايد واحده وفي نفس الوقت ماسكه الموبايل. تمام كده اهو. بصوا دي كده قطعه اهي، ودي قطعه، ودي قطعه، ودي كده بتمسك التلات قطع عشان ما ايه ما يضيعوش منك اهو. والقطعه الرابعه الاساسيه دي. طبعا الجهاز حلو جدا جدا، انا لحد الان ما شفتش منه اي عيوب خالص خالص. ودي السرعه بتاعته من اول هنا كده، كل دي كده. انا بصراحه من ساعه ما جبتها انا ما جبتهاش على السرعه بتاعتها اللي هي يعني النهائيه، كان اخري هنا. هي حلوه جدا بصراحه، انا لحد دلوقتي ما شفتش منها اي عيوب خالص. يمكن الحاجه الوحيده اللي انا شفتها منها، وهي مش يعني انا مش شايفاها عيب برضو، اللي هو الحته القطعه دي لما بتيجي تشفطي بيها مثلا، لو تشفط منديل معاكي في الارض بتلاقيه يقف في الجزء اللي تحت ده، ولازم ان انت تطلعيه. طيب، بيقل في السرعه طبعا، بيقل في السرعه. فاحنا اول ما نلاقي السرعه قلت معانا، لازم لازم نعرف ان في حاجه في الجهاز، يعني في الماسوره ديت واقفه. قطعه بقى كبيره شويه، شفطت مثلا لعبه صغيره بتاعت ابنك، شفطت مثلا منديل، شفطت كيس صغير، هتلاقي الحاجات دي كلها في الجزء ده. تمام كده. الجزء ده اصلا هو بيتفرد، استنوا ثواني هفرده لكم. بصوا انا فردته اهو تاني من الزرار ده. تمام كده. في ناس سالتني برضو، بعتت سالتني قوه الشفط بتاعها حلوه ولا لا. قوه الشفط بتاعها هايله جدا، بس زي ما قلت لكم القطعه دي ممكن يقف فيها اي حاجه كبيره، هي ما بتشفطش الحاجات الكبيره، يعني مثلا منديل وقع منك، لعبه صغيره، كيس، قطعه كيس صغيره، هي ما بتشفطش الحاجات الكبيره. تمام كده. فلازم الاول نلم الحاجات اللي هي في الارض لو في حاجات كبيره، وبعد كده نشفط بقى التراب، نشفط بقى الفتافيت الصغيره. تمام كده. السرعه بتاعتها لحد الان حلوه جدا معايا. لو حسيت ان السرعه قلت، لان في حد بيقول السرعه بتقل، بتقل لو في حاجه في الماسوره دي، فبتقدري طبعا بتفكيها وتشوفي ايه اللي فيها. طيب، اللي يقدر، ايه الحاجات اللي تقدر تغسليها فيها؟ تقدري تغسلي القطعه دي، القطعه دي تقدري تغسليها طبعا. تمام كده. الجزء ده بيتغسل، ده بفكه وبغسله، اللي هي الحته دي. ما بغسلش الاستانلس ده لان انا ما اعرفش لو غسلته نتيجته هتبقى ايه، هيصدي ولا لا، فانا ما غسلتوش. تقدري تلمعيه من بره كده وهيبقى زي الفل معاكي. طبعا بتستعملي برضو القطعه دي حسب استخدامك انت للمكنسه. في حد سالني، انا كنت جايباها، بصوا بقى انا كنت جايباها من امازون ب 3000 جنيه، ففي حد قال لي لا في كارفور ارخص. فطبعا قبل ما تشتروا اسفه، قبل ما تشتروا دوروا في كذا موقع، روحوا كارفور شوفوا الاماكن، ما تشتروش بسرعه. بس انا عشان كنت محتاجاها وفي الوقت ده ما كانتش موجوده في كارفور، ورحت الفرع بتاعهم اللي هو في عبد العزيز برضك ما كانتش موجوده، كان عليها سحب جامد جدا في الوقت دوت، فانا لقيتها في امازون. فقلت خلاص يعني جمله المشوار، يعني انا رحت كذا مكان فخلاص بقى مش هلف تاني، وبصراحه في امازون جابوها لي لحد الباب. تمام كده.
فهي بصراحة حلوة جدا، انا ما شفتش منها اي عيوب لحد الان. وقوة الشفط حلوة جدا ما شاء الله. انا بقول لكم لحد من ساعة ما انا ما جبتها، ما جبتهاش على الاخر خالص، لحد النص بس. طيب في حد برضك من المتابعين بعت لي قال لي هي لما بتيجي تشفط ليه بتلزق على الارض، يعني بتلزق في السجاده، اول ما تلاقيها لزقت شايفه القطع، شايفه الحته دي، افتحيها كده بس شويه، تمام كده، يعني انت افتحيها شويه هتلاقيها ما لزقتش معاكي في السجاده اهي، دي اهي، افتحيها بس انت شويه كده صغيرين، هتلاقي ايه لو لقيتيها معاكي شافت يعني لزقت في السجاده، مجرد ما ان انت تفتحي دي كده شويه هتلاقيها خلاص ايه اللزق دوت روح، اللي هو اللزق بتاع اللي هي ملزوقه في السجاده او قوه الشفط بتاعها لازم معاكي في السجاده. طيب ممكن انت برضو تكوني جايباها على اخر سرعه، فعلشان كده بتلزق معاكي. انا لحد الان زي ما قلت لكم انا ما جبتهاش على اخر سرعه خالص، قوه الشفط بتاعتها حلوه جدا، فاللي بيفكر يجيبها يجيبها. بس لو هتجيبوا هاتوا الوقت العالي، يعني ما تجيبوش 1600. هو برضو في ناس بتقول ال 1600 كويسه، انا بصراحه مش عارفه، اللي معايا دي 1800 واط، فهي حلوه جدا بصراحه يا بنات. يعني اللي بيفكر يجيبها بصوا انا اقرب لكم عشان تتاكدوا برضو من البيانات اللي عليها، اهو بصوا 1800 واط، تمام كده. وزي ما قلت لك تقدري برضو تدوري في كذا مكان علشان تجيبيها بسعر اقل، لان طبعا انتوا عارفين الاجهزه غليت، فانا بصراحه مش عارفه هي دلوقتي بكام. انا وهي بصوا ده شكلها، شكلها حلو جدا، بصوا يا بنات اهي. طيب بالنسبه بقى للفيشه بتاعتها، هي الفيشه بتاعتها 3 متر، 3 متر على ما اعتقد كده، طويله جدا بصراحه. وبصوا استنوا انا هطلع لكم الفيشه كلها عشان تشوفوا مقاسها عامل ازاي. بصوا دي كده الفيشه بتاعتها 3 متر. ممكن في ناس كتير تقول ما فيهاش تفاصيل بالنسبه للزراير او الكلام ده كله، لا هي فيها بس ده بتاع الزرار ده بتاع الفيشه. بصوا اهو استني معايا، ده هو بيسحب كده الفيشه، بيلم الفيشه كده زي ما انتم شايفين. كده خلاص، والزرار التاني بيشغل المكنسة والبكرة دي بس اللي هي بتاعت السرعات بتاعتها، مش اكتر من كده. هما الزرارين دول، واحد بتاع الفيشة وواحد بتاع التشغيل، ودي طبعا بتاعت السرعات بتاعت المكنسة بس، ما فيهاش اي تفاصيل تانية. فلو بتفكرك بيها بقى هاتيها، وهي حلوة جدا بصراحة وعملية، وسعرها برضك مش غالي قوي عن مكانس كتير، يعني في مكانس كتير سعرها اوفر بصراحه ومعدي، لكن دي سعرها كويس جدا. انا بس حبيت، انا عملت لكم قبل كده ريفيو عنها، فحبيت بعد ما استعملتها كام شهر، انا طبعا مستعملاها 7 شهور، فقلت لا لازم اعمل لكم ريفيو عنها علشان تشوفوها، واللي حابب طبعا يجيبها يجيبها، هي حلوه جدا بصراحه وامكانياتها حلوه. لحد الان انا ما شفتش منها اي حاجه يعني بصراحه، يعني بصوا ما شفتش منها عيوب لحد الان. بس زي ما قلت لكم لو لقيت السرعه بتاعتها قلت شويه يبقى في حاجه واقفه هنا في الماسوره دي، والماسوره دي بصوا يعني بتقصريها كده وبتطوليها من الزرار ده. طبعا لو في حد عايز يسالني على اي حاجه تخص المكنسه، طبعا طبعا عنايه ليه، ما بتاخرش على اي حد، وبرد على في التعليقات لو اي حد بعت سالني على اي حاجه انا برد عليه على طول. المكنسه بكيس داخلي، الكيس ده طبعا انا كنت عامله ريفيو قبل كده، شلته معاكم وغسلته وغسلت الجزء ده كمان كله. فبصراحه المكنسه هايله يا بنات، اللي بيفكر يجيبها ربنا يبارك له فيها يا رب. ولو في عروسه بتفكر تجيب المكنسه تجيبها طبعا على ضمانتي وعن تجربه، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وطلعتوا منه باي معلومه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.